ها يم ودمع العيون مجرحة دامي. الله عشت 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 يا أخي عشت والله عشت. طيب أنا أديهم ولا تبي تمشي؟ أنا أقول امشي أخوي روح ريح. ما يا أخي 15 دقيقة. الله لا كثير صار عليه كثر عليه. تعرف أوفر سايز؟ إيه والله كثر عليه. طيب شو رأيكم يا شباب يا مخرجنا يا فريق الإعداد يا عرب خلف الشاشات؟ إيش رأيكم؟ إيش رأيك في هذا ال أي والله يا شباب أي والله شكرا الهاوس أعزائي المتابعين خلف الشاشات الله يسعدكم ويحييكم. فقرة خفيفة اليوم كانت مع الأستاذ بندر في فقرتنا اليوم فرفشة غيرنا اسم الفقرة ممكن يعني المرة الجاية يجون إن شاء الله تعالى. أربع متسابقين معنا اليوم غايبين عن الفقرة. أنا أشوف أنكم تخصمون عليهم. أخصموا على كل واحد كم نخصم عليهم يا بندر؟ على كل واحد إيه؟ تبي خصم عشان يتأدبون الباقيين. نعم. ويجون على نفس الوقت. نعم. عشان ما يجونك نص الفقرة يقول لا زدنا 20 دقيقة زدنا 10 دقائق يمسين الطبخة ويجي الفهري. أخصم على كل واحد منهم يطول العمر 10,000 بما أن الأرصدة عالية في هذه الأيام. ما عندهم 10,000 ليه؟ أنت كم رصيدك؟ 30,000 لو خصمت عليك 10,000 10,000 يا أخي أنت خصمت مني 10 ها؟ غيري تعدل يمشي له والله تقوله والله يمشي له شهر كامل هو يجيك على فقرة المطبخ ولا كثير 10 والله شوف أنا يوجع عندي التسيب هذا عرفتي يا أستاذ والله شيء يقهر صراحة يعني فقرة رسمية واسمك موجود فيها وانت تدري ونايم بدري والآن المشكلة أن فايضين من صلاة الظهر على الغداء على طول أكلوا أكلوا والعيال كلهم وانت ما تدري وانا بعد ما بقول يعني ما بقولك شيء وبعدين هم بيطبخون الحين بدون نفس لأنهم ما هم جوعانين كذا طبخ. أجل أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين خلف الشاشات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر الكتب إليك نحيل هذه القضية ونحيل هذا يعني الخصم إلى الإدارة ونشوف الإدارة شو تتخذ فيها إن كانت اتخذت الإدارة العلم الصحيح والعلم الوكيد اللي يريحني أنا ويريح فقرتي في حب وكرامة إن كان ما بيصير الشيء هذا أنا أعتذر من تقديم هذه الفقرة وشكرا لكم وشكرا لجمهورنا الغالي خلف الشاشات إذا ما قدرونا لا متسابقين والإدارة إذا ما قدرت خصم قوي جدا على كل المتسابقين فأنا أعتذر من هذه الفقرة ما هو طبيعي أن أربعة ما يجون في المطبخ الحين الساعة كم؟ الساعة 1:17 ودعناكم الله السلام عليكم ورحمة الله نشوفك على خير يا بندر حبيبي يا مرحبا الله يستر عليك ونشوف شر توكم طالعين خالد توكم طالعين يا مرجل روح ها؟